تفضلوا. اهلا وسهلا بالحاضرين، رحب فيكم باسم المنتدى الديمقراطي السوري الكندي، ونرحب بضيفنا الكبير الدكتور صادق العظم. الدكتور صادق قامة فكرية ووطنية عظيمة. الحقيقة ما بتصور الأمور بدها تعريف كثير، احنا حابين نسمع رأيه بكثير من المواضيع الأساسية يلي شغلت واقع الثورة السورية من بداياتها لليوم، وكان موقفه واضح من اللحظة الأولى، وعرضوا هذا الموقف لنقد، وبعض الأحيان لنقد أبدا ما كان موضوعي، كان نقد عبارة عن تجريح. نحن لنا شرف أن نلتقي مع الدكتور صادق العظم بهاللقاء، ونحاول نضيء على نقاط كثير أساسية من الضروري أنه يضاء عليها بهالفترة الحرجة من حياة سوريا. وهون بدعو الدكتور أحمد يوسف تلميذ الدكتور صادق العظم لا يقدم مشكورا ويقدم دكتور صادق. شكرا لك. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا فيك. انا حتى ما اسهل احضرتهم بورقه يعني تقديم الدكتور العظم. طيب الدكتور صادق جلال العظم هو عالم من اعلام الفكر في سوريا، وهو مفكر نقد وشخصية سجالية غالبا ما تجاوزت في نقدها المحظورات، وله في سيرته الذاتية أعمال كثيرة جلها في النقد. وربما أدرك الدكتور العظم أنه ثمة مشكلة ثقافية قابعة خلف انهزاماتنا المتكررة، ومفادها استبحال الدوغمائية الثقافية التي تعجز عن أن تضع مشاكلها موضع تساؤل. من كتبه النقدية أذكر النقد الذاتي بعد الهزيمة، والذي أتى بعد هزيمة حزيران، وهو نقد ذهنية تعيش الحاضرة من خلال الماضي وتستعد لمواجهة المستقبل من خلال الماضي ذاته. إنه ذاك الماضي الذي لا يمضي كما يقول دكتور العظم. طيب. وأدى نشر وله كتب أخرى أيضا في النقد، أذكر منها في الدغمائية الدينية، أذكر منها نقد الفكر الديني ونقد وذهنية التحريم وما بعد ذهنية التحريم. وأدى نشر كتاب نقد الفكر الديني على وجه الخصوص إلى حبسه بعد أن حرك مفتي لبنان في حينها الشيخ حسن خالد دعوة ضده ملمحا إلى أن الكتاب يمس الإسلام السني على وجه الخصوص. فمنع عنه خلال فترة تسليمه الأوراق والأقلام والقراءة والكتب، وحضروا له حتى نظاراته، وكانهم لا يستطيعون مصادرة اللسان، استطاع أن يناقشهم بالمطالبة بين يأتوا له بالقرآن لقراءته. وله الكثير من الأعمال في الدفاع عن حريات الفكر وفي قضايا العلمانية والديمقراطية والعالمية. وله أيضا كتب في الفلسفة، لطالما أن الفلسفة مجال اختصاصه، أذكر منها كتابا دفاعا عن المادية والتاريخ. وأعتبر نفسي محظوظا إذ أن الدكتور العظم درسني في سنة 1998 في دبلوم الدراسات العليا، وكان مفاجئا واستثنائيا في التدريس كما هو في الفكر، إذ أنه درسنا مفهوم العدالة عند أفلاطون. وكان المفاجئ في فترة التدريس في هو خوضنا لأول مرة، تجربتنا لأول مرة لممارسة الحوار. علمنا الدكتور العظم الحوار السقراطي، كانت أول تجربة لنا في خوضنا لمعرفة السجال ودفاع عن الأفكار. وكان الحوار مفاجئ بالنسبة لنا ببساطة، لأنه قسم الفلسفة تحول في تلك الحقبة إلى أشبه بحوزيات فلسفية تمارس عملية التلقين والحفظ البسط. نعم. وكان السلوب الحواري مفاجئ لنا، لأن القسم كان قد تحول عبر سياسة التدين الثقافي بوزارة التعليم العالي إلى حوزية فلسفية تلقينية غدا في الحوار شكلا من أشكال الخروج عن القانون. وأعتقد أنها كانت آخر سنة له في التدريس سنة 99. والدكتور العظم هو خير من ربط الفكر بالعمل،
فقد خاض تجربة من خلال خلاله المشاركة كعضو مؤسس في تجربة لجان أحياء المدني مجتمع مدني مساهما نشطا في ربيع دمشق. ومنذ بداية الثورة أخذ موقفا مؤيدا لها بوضوح، وكان ضمن من أسس رابطة الكتاب السوريين التي أسست في ظل الثورة، وكان هو في البداية رئيسها. وكتب الدكتور العظم في الثورة وعنها وحكى فيها وعنها أيضا عبر مشاركة بمحاضرات وبندوات وبلقاءات تلفزيونية عديدة. وكما كان العظم مثيرا للجدال في كل مسيرته الفكرية في زمن ما بعد الهزيمة وفي زمن ما بعد الهزيمة، كان كذلك مثيرا للسجال في زمن الثورة في نقده لبعض مثقفي اليسار السوري، وأذكر هنا مقتطفا من هذا النقد. فارتد الكثير من هؤلاء اليساريين إلى ولاءات الأولى والأولية والأكثر بدائية، وبخاصة الطائفية والمذهبية والدينية منها، وأخذوا يحددون مواقفهم من الثورة استنادا إلى الولاءات والالتزامات التي عادوا إليها واحتموا بها، وليس استنادا إلى يساريتهم المكتسبة والضائعة لاحقا. نهاية القول. وكم شبيه العظم بثورة سوريا، لطالما أن فعل النقد كفعل التعرية، فكلاهما اختبار للفكر والمفكرين وللمواقف السياسية، وكلاهما كشف للتناقض، وكلاهما تساؤل لم تعد تستطيع الإجابات الأبدية أن تضعها رهن الصمت والطاعة والإذعان. السؤال نقد، كأن نقول: كيف لشاعر حداثوي أن يكتب في رهنيات الأمس عن مجازر الأرمن وينسى أو يتناسى رهنيات اليوم لحاضر يحاول القطع مع ماضيه عبر إسقاط الأبد؟ أوليست الحداثة تمجيد للحاضر وقطيعة مع الماضي؟ ومن فضائل النقد أنه يستدعي نقدا مضادا مورطا الناقد والمنقود. في سجالات نقدية أذكر منها ما نشرته خالدة السعيد ردا على فهمة الارتداد إلى الولاءات الطائفية دفاعا عن أدونيس ضد العظم، قالا عنوانته ردا على صادق العظم في شأن أدونيس. وكما كان حديث الدكتور العظم في المثقف مستفزا، كان كذلك حديثه في إسلام السياسي، وكرد على كتابته في الإسلام السياسي وخصوصا محاضرته في الدولة العلمانية في مسألة دينية تركية نموذجا، نشر يوسف حجازي مقالا نقديا بعنوان صادق جلال العظم يحسم أمره وينتقل إلى التنظير العلني للسنة ولفكر الإسلام السياسي البزنسي. وهكذا يبدو أن بعض من تعلم من العظم قيمة النقد بدأ يمارسها على العظم نفسه. الثورة سوريا حملت لنا في راهنياتها إشكاليات كثيرة تستحق أن توضع موضع تأمل ونقاش، منها أزمة المثقف السوري ومحنة ارتداداته وتخبطه، الإسلام السياسي، غموض المشاريع والوجهة والخوف من نشوء استبداد عسكري مغلف في العقيدة الدينية والأحكام الشرعية والتعصب المذهبي، وأخيرا أيضا شكل الدولة، ماهيتها وهويتها، وشكل المجتمع ما بعد الثورة وما بعد سقوط الأبد. فنستغل ربما لقاءنا اليوم لمناقشة هذه المحاور مع الدكتور صادق جلال العظم. دوري هلا؟ دورك هلا دكتور. طيب، أطيب تحية للجميع، وخاصة الشكر لك أخ عماد وللدكتور بشار على التقديم الجميل. وطبعا أنا سعيد جدا بأنه الدكتور بشار حضر دروسي في جامعة دمشق. دكتور أحمد يوسف، لكن في بشار كان على في بشار موجود ناطر دوره. ها، بعتذر من ال، وأشكر طبعا المنتدى على يعني هذه المبادرة الطيبة وعلى هذا اللقاء عن بعد، ونشكر طبعا للتكنولوجيا الإلكترونية اللي بتسمح بمثل
هذا اللقاء وهذا الحوار. ربما أريد أن أبدأ كلامي ببعض كلمات عن معنى الربيع العربي عموما، وطبعا معنى الربيع في سوريا. الربيع العربي عموما جوهره في نظري هو يعني عودة الناس للسياسة وعودة السياسة إلى الناس بعد فترة طويلة من الاحتكار والمصادرة من جانب نخب عسكرية وأنظمة أمنية سيطرت على البلاد والعباد وسيطرت على الثروة في مجموعة من البلدان العربية المحورية. طبعا الإنجاز الأكبر برأيي لهذا الربيع هو الصيحة المدوية، لا تجديد لا تمديد لا توريث، أي كسر والانتهاء من مبدأ تداول السلطة بين الآباء والأبناء والإخوة وأولاد وأولاد العم. فهذا مبدأ أعتقد أنه كسر إلى ما لا رجعة، وسوريا الآن هي في طريقها إلى الانتهاء من ما حدث لها بالنسبة لموضوع التوريد. لذلك أقول بأنه معنى الربيع في سوريا هو استعادة الجمهورية من سلالة إلى الأبد التي اغتصبت الجمهورية وحولت الجمهورية إلى طبعا سجن كبير، حولت الجمهورية إلى شبه حكم مطلق فردي دكتاتوري. ولذلك مهمة الثورة هي والربيع العربي في سوريا هي استعادة الجمهورية أولا. الآن أقول شيئا عن مسألة الثورة في سوريا، وطبعا هناك حديث كثير عن الموضوع، وسأتناول أولا الخطاب الذي يتكرر الآن في الميديا في الصحافة في هيئة الأمم في مجلس الأمن إلى آخره، الذي يقول بأن سوريا فيها حرب أهلية. ويجب أن نقف عند هذه المقولة. لا شك أنه في سوريا حرب من نوع ما، لكن لا أعتقد أن هذه الحرب هي حرب أهلية معممة. ونأخذ هنا نموذج حرب الأهلية في لبنان مثلا. فهناك هي كانت حرب أهلية معممة لأنه مكونات المجتمع اللبناني أي الطوائف نفسها تسلحت وقاتلت بعضها البعض الآخر بشراسة شديدة، بينما الدولة كانت عاجزة وواقفة على جنب غير قادرة على أن تفعل أي شيء. في العراق شيء شبيه حدث أيضا، يعني في الفترة اللي صار فيها سنتين اللي صار فيهم الصراع الشيعي السني وميليشيات السني وميليشيات الشيعة وعصابات من هون وعصابات من هناك، كان الصراع أهلي لأنه بالفعل المكونات نفسها للمجتمع العراقي تسلحت وقاتلت بعضها البعض. بينما بالعراق مو بس الدولة كانت على جنب بغير أهمية، بينما ما كان في دولة أصلا هناك. يعني هالحالة هي غير موجودة الآن حتى الآن في سوريا. يعني أنا لا أجد بأنه مثلا دروز عم يتسلحوا لحتى ليه يفتكوا أو يهجموا على جيرانهم السنة في حوران مثلا.
أو أنه المسيحيين عم يحضروا حالهم لحتى يغزوا أرض الإسماعيليين، أو الإسماعيليين يغزوا يصفوا حسابات قديمة مع العلويين. بهالمعنى هذا لا أجد أن هناك حرب أهلية في سوريا، لكن شو طبيعة هالحرب هاي؟ طبعا نحن أمام حقيقة نظام أقلوي، معسكر عسكر عالية جدا ومسلح تسليحا هائلا، ويستند إلى عصبية طائفية قوية صغيرة وضيقة، ويعمل على استمرارية نفسه، استمرارية نفسه ورموز البشرية إلى الأبد. يعني هل ويعمل على طبعا قمع وقهر انتفاضة لشعب مهمش لمدة نصف قرن تقريبا، لم يدخل السياسة بأي شكل أو حتى المصير مسيطرين عليه. المسألة الثانية في الثورة السورية هي اللي تتردد كثيرا كمان بالميديا، بالصحافة، بهيئة الأمم، بالخطاب الدولي، هي مسألة الأقليات ومسألة حماية الأقليات وصون الأقليات وحقوق الأقليات ومستقبل الأقليات إلى آخره. هلأ الملفت في هذا بأنه يتكرر هذا الكلام كثيرا في الوقت الذي نعرف فيه بأن كل القرى والمدن والأحياء والمناطق التي دمرت هي مناطق وقرى تابعة للأكثرية السنية وتسكنها الأكثرية السنية، في حين بأنه المناطق الأقليات على العموم تميل لأن تكون هادئة وبعيدة عن الحرب بين النظام وبين الثورة. لذلك أجد بأنه في كثير من النفاق والزعبرة إلى آخره في هذه المسألة، عدا عن أنه تفترض هذه، يعني هذا الخطاب يفترض وكأنه الأكثرية بالبلاد بسوريا، مهما كانت هذه الأكثرية، مهما كان نوعها، هي ليس لها هم إلا تنتظر اللحظة حتى تفتك بأقليات البلد. ولا أعتقد أنه هذا صحيح على الإطلاق. يعني منذ تشكل سوريا، من نرجع لعهد الملك فيصل، لم نشهد شيئا مثل هذا، وبالعكس طبعا كانت مكونات الشعب السوري تجتمع إلى آخره، خاصة في مرحلة النضال ضد الاستعمار والاحتلال الفرنسي. خطاب ثالث حول الثورة السورية هو خطاب الغلو والتطرف. الآن الذي يلفت النظر أنه الغلو والتطرف دائما يلصق بالثورة وبعض مكونات الثورة، وإلى حد ما في شيء صحيح فيه، ولكن لا أحد يقول شيء تقريبا عن تطرف النظام العسكري الأمني وغلو النظام العسكري الأمني. وكأنه يعني عندما يحكى هذا الخطاب وكأنه النظام معتدل متوازن شرعي إلى آخره، ولا شرعية والتطرف والغلو لا يأتي إلا من الثورة ومكونات الثورة. ايضا يجب ان يعني هي مسألة نركز عليها وننتبه ننتبه لها. هلا هناك السؤال اللي يطرح دائما، انه هل ما يجري في سوريا ثورة ام انتفاضة ام حراك شعبي ام همبة جماهيرية ام ماذا؟ يعني انا تقديري او حسب معرفتي يعني من متابعة ثورات العالم في العصر الحديث، الثورة تنطوي على كل هذه الأشياء،
يعني في حدا بيعرف ثورة ما فيها هبة جماهيرية، ما فيها انتفاضة، ما فيها حراك شعبي، ما فيها أحيانا حرب مسلحة ضد طبعا النظام القديم اللي تريد أن تختلعه؟ يعني ما بدي أذكر أنا هلا يعني أسماء الثورات، لكن كل واحد متابع إلى حد ما بيعرف إنه لا يجوز نسأل سؤال إذا ثورة أو انتفاضة أو حراك أو إلى آخره، لأن الثورة بالفعل تنطوي على كل هذه العناصر. وربما شاهدنا شيء من هذا قريب لنا في الثورة الفلسطينية. الثورة الفلسطينية كان فيها كفاح مسلح، وكان فيها هبات شعبية، وفيها انتفاضة، وفيها انتفاضة مسلحة إلى آخره. هي أيضا ثورة لأنه أعتقد بأنه تاريخيا سوريا وصلت إلى نقطة استعصاء تاريخي بعد التوريث، يعني إلى استعصاء تاريخي وانسداد كل أفق للتطور والتحول والتغيير. عادة عند هذه النقطة تقوم إما انقلابات عسكرية أو ثورة. عند هذه النقطة أيضا تصبح الطبقة الحاكمة عاجزة عن الحكم بالطريقة السابقة، كما أن الشعب المحكوم يصبح غير قادر ولا يقبل أن يحكم على الطريقة المعهودة، خاصة مع تراكم الاضطهاد والقمع والقهر. فإذا هي ثورة لأنه كمان هدفها هو الإطاحة بما يسمى عادة بالأنسيان ريجيم، أي بالنظام القديم كضرورة. وهذا أحيانا يتطلب حمل السلاح، يعني طبعا في الشعار الشهير أوزارم سيتويا، يعني احملوا السلاح أيها المواطنون من أجل حماية الجمهورية مثلا. وأذكر أيضا بأنه نحن يعني هذا شيء فولكلور محلي عنا، فولكلور سياسي محلي، أنه الانقلابات العسكرية تسمى ثورة، مع أنه الانقلاب يعني بيتم بسرعة وبهدوء، ولا يشارك فيه إلا عدد قليل من الضباط والعسكر والدبابات إلى آخره، لكن فجأة يتحول الانقلاب العسكري إلى ثورة. فطبعا من ثورة 23 يوليو يلي كانت بالأساس انقلاب عسكري، لثورة 14 رمضان مثلا بالعراق، ثورة 17 تموز هناك بالعراق أيضا كمان كلها تحولت لشيء اسمه ثورة. 8 آذار انقلاب عسكري أيضا تحول إلى ثورة 8 آذار. فإذا كان كل هالشغلات هي يطلق عليها اسم ثورة، فبالأحرى أنه ما يجري في سوريا الآن من انتفاضة عارمة أن تكون أيضا ثورة تريد الإطاحة بالأنسيان ريجيم، بالنظام القديم، وبالدولة البوليسية التي يقوم عليها هذا النظام. أريد أن أقول بعض الكلمات عن ما أعتقد أنها إنجازات ثورة الشعب السوري حتى الآن. يعني سوريا ابتلعت التوريث يلي شفنا أن الربيع العربي كسروا بصيحة لا تجديد لا تمديد لا توريث. الآن سوريا في ثورتها يعني بعد ما ابتلعت التوريث في لحظة غفلة، الآن تتقيأ هذا التوريث، يعني ترفضه، تخرجه من دورة دمها، دورة جسمها، من نسيجها، لتنتهي من يعني هذا الحدث الذي صار بسوريا وجرى وسكت عنه إلى الآن.
وطبعا ما يجري في سوريا هو إلى حد ما ربما تكفير عن تلك الخطيئة التي صارت وقت التوريث والقبول بهذا التوريث. في طبعا جمهورية، نظام جمهوري نحن بالأساس منذ الاستقلال. نقطة أخرى، أعتقد أن الثورة السورية نقلت كاريزما، الكاريزما تبع اللحظة الثورية. اللحظة الثورية لها كاريزما خاصة، شاهدنا جزء منها مثلا بميدان التحرير. هلأ نقل هالكاريزما تبع اللحظة الثورية من التمركز العربي التقليدي على قائد أو زعيم واحد أوحد، نقلها إلى جموع الشعب السائر نفسه. يعني الشعب السائر وجموعه هي تصبح اللحظة الكاريزمية للثورة، وليس القائد أو الزعيم أو ما شابه ذلك. يعني لما نقطة أخرى بالنسبة للثورة السورية، لما كانت تجربة ميدان التحرير بسوريا مستحيلة بسبب معروف، يعني الذي فعلته الثورة أنه استعاضت عن تجربة ميدان التحرير بتوزيع بؤر الحراك الثوري السلمي ومن ثم الحراك الثوري المسلح على أنحاء سوريا كلها في وقت واحد. وهذا التكتيك نتذكر نحن جيلي أنا أنه تبعته كل حركات التحرر الوطني في القرن العشرين، يعني من أجل موازنة ومعادلة التفوق العسكري والناري والعتادي والأعدادي الذي يملكه الخصم أو الثورة المضادة أو الاحتلال إلى آخره، تلجأ هذه الحركات وتلجأ الثورات إلى توزيع نفسها بهذا الشكل من أجل إرهاق الطرف الآخر وتشتيت قوى على مدى واسع. وأعتقد أنه في هذه المسألة الثورة السورية أنجزت إنجاز كبير في استخدام هذه الاستراتيجية وتكتيكاتها، وفعلت ذلك بالضرورة، ليس بالضرورة عن سابق تصميم وتصور أو عن سابق علم ودراسة إلى آخره. يعني حدثت بشكل عفوي إلى وتلقائي بشكل كبير. يعني كانت نوع من غريزة البقاء للثورة دفعتها إلى هذا الأسلوب في توزيع نفسها على كل سوريا، مما بالطبع أرهق وشتت قوات القمع الأسدية. نقطة أخرى لصالح الثورة السورية هو أنا بنظري عفويتها الشعبية وتنسيقيتها الشبابية والابتعاد حتى الآن عن التعلق العربي التقليدي بشخصية قيادية كاريزمية واحدة لا مثيل لها. يعني كسرت الثورة السورية تقاليد الزعيم الأوحد والقائد الملهم والحزب الواحد والرأي الواحد والتنظيم الواحد والنظرية الثورية الواحدة مسبقة الصنع، كما كسرت فكرة الحزب الطليعي القائد المنتدب تاريخيا أو منتدب إلهيا أو شيء سلفا لإنجاز المهمة. نقطة أخرى هي أنه الثورة السورية أعطتنا بعض أهم وأروع التعبيرات الفنية التي صنعها الشعب السوري السائر، وهذا شيء جديد تماما في تاريخنا السياسي المعاصر. يعني رأينا الأغنية، رأينا الرقصة، رأينا التمثيلية، رأينا الفيلم، رأينا الفيديو، رأينا الكاريكاتير الصارخ، رأينا النكتة الخارقة الحارقة، الجرافيتي الذي ملأ الجدران، مما لم يترك على هذا النظام ستر مغطى كما نقول،
أو هيبة تذكر. هذا كله بالنسبة لجيلي أنا، هذا كله جديد تماما على الحياة السياسية السورية والعربية عموما. يعني هذا جديد على أشكال الاحتجاج الشعبي والتظاهر الجماهيري، يلي مما لم نعهده في السابق أبدا، وخاصة في المراحل السياسية السابقة يلي جيلي عاصرها وشارك فيها. لذلك أقول بأننا أمام يعني ثورة حقيقية وجدية في بلدنا سوريا. أنتقل الآن إلى نقطة أخرى يثار حول كثير من هي مسألة الثقافة والمثقف في الثورة. والدكتور اللي قدمني طبعا قرأ نص أنا ناشره في إلى حد ما يعني ربما تفسير هذه الظاهرة أو محاولة فهم هذه الظاهرة ظاهرة المثقف. لكن أولا أريد أن أقول بأنه نحن عنا نزعة بأنه نحمل المثقف ونحمل الثقافة أدوار ومهمات ربما لا تحتملها. يعني كأن المثقف هو أحيانا يتعامل معه وهو كأنه وريث رجال الدين سابقا. يعني رجال الدين كانوا يرعون الرعية ويوجهوها ويوعظوا فيها ويضبطون العامة عموما. المثقف اليوم بيعتبر حاله مواطن بين مواطنين، ما هو رعية، هو شاعر أو مفكر أو روائي أو مسرحي أو سينمائي، بل هو مش واعظ ولا مرشد ولا قائد للناس إلى آخر هذه الأدوار يلي يعني أحيانا منفكر إنه لازم المثقف يتلبسها. نقطة أخرى هو ليش حتى لي نسأل دائما عن المثقف، لماذا تكون يعني علاقة المثقف بالثورة استثنائية غير علاقة مثلا التاجر أو البايع الجوال أو الطبيب أو المحامي أو العامل أو الفلاح؟ يعني لكل يعني دوره إذا التزم بالثورة، وليس صحيحا بأنه كل الناس تلتزم بالثورة، ما في ثورة كل الناس التزمت فيها، وإلا ما بيكون في ثورة. على مين الثورة؟ فإذا في ناس ما ملتزمة وإلا هي الثورة بتصير عليها. هلأ مع ذلك أقول بأنه الانتليجنسيا السورية منذ فترة بعيدة كانت مالئة الدنيا وشاغل الناس، وهذا جزء من عمل إعداد والتحضير يلي الآن عم نلمس ربما نتائجه في الربيع العربي والثورة في سوريا. يعني تحضير ثقافي فكري نقدي إلى آخره، لكن له طابع تراكمي طويل المدى لا يمكن إحساس بنتائجه بشكل مباشر وبشكل آني. طبعا تعتز وأنا أعتز أيضا أن الانتليجنسيا السورية هي التي أطلقت ربيع دمشق، وبعتقد أنه ربيع دمشق إلى حد كبير كان هو البروفة الأولى والمقدمة لما صار لاحقا يسمى بالربيع العربي. ففي هذه المرحلة تبين بأنه الانتليجنسيا السورية على الرغم من 40-50 سنة من القمع والرقابة وتمزيق الجرائد وطمس القواميس والمعاجم وحرق الكتب إلى آخره، تبين بأن الانتليجنسيا السورية بنت العصر تماما، ما فاتها شيء من ما كان يجري في العالم
في العالم العربي، في بلادنا، في الشرق الأوسط، في العالم كله. وقدمت تحليلات وتوصيفات ومطالعات حول الوضع العربي وحول الوضع في سوريا تحديدا، باعتبرها أنا المعية وممتازة. وكأن كل هالفترة هي اللي كانوا عم يحاولوا يقصوا جرائد وكتب ويخمعوا فكر، وبلد مثل سوريا 20 مليون ما في مجلة أسبوعية تقرأ، ما في مجلة شهرية إلى معنى أو طعمة، ما في جريدة يومية تقدر. مع ذلك الانتليجنسيا السورية برهنت عن يعني اطلاع المعية ومقدرة على التحليل بلغة عصرية تماما. كل هذا تبين في ربيع دمشق على قصره وعلى القمع القاسي الذي لحق به على أيدي طبعا أجهزة الأمن. سنجد إذا يلي بيراجع الآن الوثائق التي أصدرها ربيع دمشق، يعني أصدرتها الانتليجنسيا السورية ابتداء من بيان 99 إلى الوثائق الأخرى، بأنه تقريبا كل الشعارات، كل الصيحات، كل الأشواق، كل المصطلحات التي سمعناها واستخدمت في ميادين التحرير في دول مصر، ليبيا، بنغازي، اليمن، كلها سنجدها مصاغة صياغة ممتازة وراقية في وثائق ربيع دمشق. ولذلك أنا يعني أعتز كثيرا بهذا، وأقول بأنه الفعل الثقافي لا يؤخذ إلا على الموجة الطويلة، يعني الفعل الثقافي تراكمي اجتماعيا وبطيء تاريخيا. لذلك الطلب من المثقف بأن يكون يعني له دور غير الدور أو دور استثنائي خاص في الثورة، يعني أعتقد أنه في شيء من الإشحاف. الدور الثقافي والمثقف مختلف قليلا. هذا لا يعني أنه الالتزام، فالمثقفين على العموم ما بيقودوا الثورات لكن يلتزمون، طبعا احيانا يضحون بحياتهم. نعرف مثل غسان كنفاني، او طبعا في اوروبا في نموذج لوركا، او كمال ناصر بالنسبة للفلسطينية مرة اخرى. وقرأ الدكتور الذي قدمني قد قرأ النص بأنه المثقف مثله مثل بقية الناس، في لحظات زلازل، في اللحظات الصعبة، يعني ما بنعرف كيف تكون ردود فعله. فهناك كثيرين كما ذكرت يعني ارتدوا إلى الولاءات الأولية والعصبيات المذهبية أو القبلية أو الجهوية. هناك لا، قسم كبير يلي طبعا ينظر إلى المستقبل ويريد يعني مستقبل غير لسوريا من هالارتداد إلى العصبيات الأولية والبدائية. يعني مرة أخرى عن الثقافة، يعني مثلا وقت اللي أنا سمعت
الجموع الشاب بميادين التحرير عم تحكي بإيش؟ بالكرامة، بالحرية، بالعدالة الاجتماعية، الدستور، المجتمع المدني، الديمقراطية، حقوق الإنسان. يعني هي كلها هي منين اجت؟ يعني أول شيء فكرت فيه مرة أخرى بالفعل الثقافي التراكمي، وبسلسلة من المثقفين والأدباء والمفكرين وأساس الجامعات، تمتد مثلا من أحمد أمين من عصر النهضة لعبد الله العروي ومحمد عابد الجابري اليوم، مرورا بطه حسين وسلامة موسى ولويس عوض وفؤاد زكريا ونصر حامد أبو زيد، وعندنا بسوريا جميل صليبة وأنطون مئتسي وياسين الحافظ والطيب تيزيني، واللائحة طويلة طويلة جدا. فدور الثقافة والمثقفين والحاجة للثقافة حاجة تاريخية، وبعتقد أنها يعني مبثوثة داخل نسيج الثوار، وليس المطلوب فعل لحظي أو آني في هذه المسألة. على العموم الثقافة وأصحابها في العالم العربي كانوا محسوبين دوما على العموم على اليسار، وذلك لفترة طويلة، محسوبين على اليسار، على التقدم، على التنوير، أيضا على التنظير والتبشير بالثورة الشعبية في كثير من الأحيان. لكن خيبة كبيرة حدثت لما جاءت الثورة في سوريا، فقسم به من اليسار والمثقفين المحسوبين سابقا على اليسار تقاعسوا وتخاذلوا في موقفهم من الثورة، تأتأوا وفأفأوا وراووا. هذا في أحسن الأحوال. في أسوأ الأحوال انحازوا للديكتاتورية والطغيان والقمع والنظام العسكري الأمني تحت ذرائع وأعذار كثيرة كلنا بنعرفها وسمعناها. هلأ بالإضافة إلى ما قلته أنا وقرأه الدكتور حول بعد تبعثر اليسار وسقوط الاتحاد السوفيتي وإلى آخره، وعودة الكثيرين من مثقفي اليسار إلى جذورهم العصبية الأولى، اليسار اليوم يبدو لي إن كان عربيا وأحيانا إقليميا وأحيانا ومعظم اليسار دوليا أوروبيا ودوليا مأخوذ كليا بلعبة الأمم وتصادم المصالح الدولية الكبرى والحسابات الجيوستراتيجية وما شابه، مما برأيي أعماه عن وقائع بسيطة. مثلا أهل درعا لما ساروا قالوا، بتذكر أنا تماما الكلمة، قالوا عملنا معاملة معينة مذلة فصرنا ما قالوا انتفضنا ولا قالوا تحركنا، قالوا صرنا. هلأ أهل درعا اللي بدأوا الثورة وأطلقوها، أوكي، يعني نتيجة قهر متراكم وتهميش مديد وإذلال قائم، هاليسار هاد ما عم يشوفهم. أهل درعا وقت اللي قاموا بحوران ما كانوا عم يفكروا لا بالجيوسياسية ولا عم يفكروا ولا بذهنهم شيء عن لعبة الأمم ولا بذهنهم شيء حتى عن الإمبريالية أو حتى عن تحرير فلسطين أو يعني القضايا اللي حركتهم وخلتهم يقوموا ويثوروا ويقولوا بوش بشار الأسد ثرنا. الوفد اللي راح شافه قال له ثرنا، هيك صار فينا وثرنا.
فهي المسائل اللي صار اليوم ما عم يرضى يشوفها، وكأنه واقع القهر والقمع، وبسوريا يعني ممكن تجاوزها وتضحية بها على مذبح الجيوسياسي الكبرى والصراع الدول والمصالح إلى آخره. يعني هذا ما عندي أني أقوله حول موضوع الثقافة والمثقفين، وأرجو بعدين بالنقاش أن نستفيد أكثر في هذا الموضوع. المسألة الأخيرة اللي بدي أقول شيء عنها هو موضوع الإسلام السياسي. فأنا يعني من متابعاتي أرجع نشوء أو ظهور أو تنشيط الإسلام السياسي جاء فعليا بعد هزيمة 67 في 5 حزيران 1967. يعني كان في هناك مشروع قومي شعبوي له عنوان الاشتراكية العربية إلى آخره. هالمشروع هاد ما مات موتة طبيعية، هالمشروع هاد ضرب وقطع بشكل كارثي تقريبا عبر حرب سنة 67. طبعا هذه الطريقة في الانهيار تخلق فراغ سياسي وثقافي واجتماعي، وهنا بعتقد دخل بشكل من الطبيعي انه الاسلام السياسي يدخل لملء هذا الفراغ. اللحظة اللي ظهر فيها تمام كانت بعد حرب اكتوبر سنة 1973، وخاصة بعد النتائج الملتبسة لهذه الحرب يلي يعني اعتبر التحرير وإلى آخره، لكن أدت في النهاية إلى اتفاقيات كامب ديفيد من جهة، وإلى يعني عودة ما يسمى القنيطرة المحررة اللي لا محررة ولا شيء يعني أوكي، وإن نوع من الزعبرة والنفاق. هون أكد الإسلام السياسي تياراته المختلفة نفسه في العالم العربي كما قلت لملء هذا الفراغ وللرد على الالتباسات التي نتجت عن حرب أكتوبر 1973، كما نحن نقول بسوريا حرب تشرين أو حرب تشرين التحريرية كما يقولون. الآن الإسلام السياسي على العموم هو إيديولوجيا تعبوية، ومن الضروري جدا تمييز الإسلام السياسي كإيديولوجيا تعبوية عن الإسلام الشعبي التلقائي العفوي الذي يدور عادة حول العبادات والمعاملات. يعني الإسلام الشعبي العفوي مش مهووس بالكفار والجهاد والأرفاض وما شابه ذلك. أوكي. هذا إسلام يومي، يوم الحياة اليومية، إسلام عادي وعلى العموم يخضع لتعامل البشر بما بعضهم اللي ما يسمى المعاملات، بالإضافة للقيام بواجبات العبادات. اليوم في سوريا أجد أنه في 3 أنواع من الإسلام السياسي، يعني هي فاعلة وحتى متصارعة داخل سوريا اليوم وما يجري فيها، وتلعب تحاول أن تلعب كل واحدة بدور وإلى آخره في الثورة السورية. النوع الأول من الإسلام السياسي هو إسلام البترودولار، إن كان إسلام سعودي خليجي من جهة أو إيراني
ولاية الفقيه من جهة ثانية. النوع الثاني من الإسلام في الثورة اليوم هو إسلام التكفير والتفجير كما يسمي نفسه، يعني إسلام القاعدة ومشتقاتها، يعني إسلام طالباني بن لادني، يمارس نوع من العنف الأعمى. وفي إسلام في حالة كمون الآن، هو إسلام الطبقات الوسطى والتجارية ورجال الأعمال، وإسلام الذي يحمله حملة وأصحاب الرأسمال السوري والرأسمال العربي، وكما قلت هو في حالة كمون نسبية الآن. وأنا قناعتي بأنه له المستقبل في سوريا، يعني المستقبل هو لهذه الطبقات الوسطى، لما يسمى بالبرجوازية السورية، عندما تأتي لحظة إعادة الإعمار والبناء في سوريا بعد الانتهاء من النظام الأمني العسكري الذي حكمنا لمدة نصف قرن وأكثر. أطلقت عليه أنا إسلام البزنس أو الإسلام البزنسي، يعني الإسلام اللي جيد ومنيح ومريح لعمليات البزنس وعمليات التجارة والصناعة إلى آخره. وهذا النوع من الإسلام كما قلت مش مهووس بالأمور الأخرى يلي نعرفها عن إسلام التكفير والتفجير. أنا بقناعتي أنه إذا الثورة أوصلتنا إلى صناديق الاقتراع في يوم ما، بعد مرحلة أعتقد ستكون مرحلة مضطربة فيها تصفية حسابات، مرحلة انتقالية وفيها سأر وفيها مشاكل كتير، لكن إذا أوصلتنا الثورة الأخير إلى صناديق الاقتراع بشكل أو بآخر، لا أعتقد بأنه تيارات الإسلام السياسي تتمكن من اكتساح انتخابات في سوريا على الطريقة المصرية أو على الطريقة التونسية. أعتقد بأنه سيكون هناك توازن أكبر في المجتمع السوري، كما أنه شفنا بأنه التيارات الإسلامية يعني وقت اللي وصلت للحكم انتخابيا مش على طريقة حماس انقلابيا، وقت اللي وصلت للحكم انتخابيا يعني طلعوا بحزنه، يعني مستوى عالي جدا من عدم القدرة على الأداء، incompetence يعني هائل. وبالمقابل عندما مثلا الرئيس المنتخب محمد مرسي، هلأ بمصر أحيانا بيقولوا استقبل الرئيس محمد حسني بعدين لا مرسي، هيك أحيانا بيقولوا، فأعطى لنفسه صلاحيات مطلقة، صلاحيات فرعونية. أنا يعني ما بتعرفوا قديش كانت مفاجأة سارة وعظيمة علي وعلى قلبي أن نصف مصر هبت لتعارض وتمنع عودة شيء اسمه حكم مطلق أو حكم ديكتاتوري أو صلاحيات مطلقة أو حصانات مطلقة للرئاسة اللي حاولها بعد ما نفد صبره من المرحلة الانتقالية. محمد مرسي قام بمثل هذه العملية، وحتى الدستور على الرغم من لغة الإسلام ولغة الشريعة والفتاوى والآخرية، مصر ما اقتنعت كلها، أو الأكثرية الساحقة إلى خلال مصر ما اقتنعت بهالشيء هذا كما نجد. فالمسؤولية الدولة، ما يسميه الفرنسيون بريزون ديتا، هو الذي سوف يقولب ويسيطر على أي كتلة إسلامية تحكم انتخابيا وديمقراطيا.
وليس العكس. يبدو يعني الريزون ديتا هو الذي سوف يسيطر. وطبعا نجد هذا ايضا نموذج في 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 مصر. فعلى الرغم من كل ما قالوا اللي كانوا في المعارضة، هم ما زالوا طبعا يعني ينسقون مع اسرائيل امنيا. ومشكلة نعرف انه مشكلة سيناء، والى الان لسه الجنود اللي قتلوا في رمضان وهم يتناولون وجبة الافطار الى اليوم لم تحل مشكلتهم. لم نعرف مين قتلهم، لم نعرف مين قام بهذا العمل، مع الرغم من الوعود الكثيرة بانه سيحال الى العدالة وسيعتقلوا والى اخره. اسباب ما بعرف لماذا، لكن يعني هذه واحدة من مشاكل النوع من الحكم. فانا يعني ما بقولكم درجة خوفي منهم خفت بعد ما شفت الإداء تعيس. زائد انه مصر بينت انه مصر مو هي مليئة فقط بالإسلاميين والسلفيين والجهاديين والإسلامويين والمتعصبين، لا، مصر فيها واضح انها صار مجتمع مدني ما اوكي عم يقاوم كل هذه المسائل. وهي طبعا تعطيني امل انه بالمستقبل سوريا ما تكون اقل من مصر في هذا الموضوع وفي هذه هذه المسألة. بعتقد ساكتفي بهذا القدر من التقديم والشرح للنقاط اللي أشير عليه فيها. والآن نفتح الباب إلى الأسئلة والنقاش. تفضلوا. شكرا لك دكتور. شكرا للدكتور صادق على المداخلة القيمة، وبالحقيقة غطت المحاور اللي طلبنا وجهة نظره فيها وبشكل جدا عميق وجدا واضح. رح نسمح للدكتور بس نشرب مي ورح نفتح باب النقاش حول المحاور الأربعة الأساسية. بألمانيا بيشربوا بيرة ما بيشربوا مي. المحاور الأساسية راح تكون حول أربع نقاط لأثيرة. لما حصل في سوريا، هل هو ثورة بكل معنى الكلمة أم يمكن وضعه بخانات الحراك الشعبي الغير واعي، ردات الفعل كونه يعني حراك شعبي ما كانت مؤدلج، ولا كانت الأحزاب السياسية المؤدلجة والمنظمة على رأسه. النقطة الثانية اللي ناقشها الدكتور واللي حكينا فيها هي مسألة موقف المثقفين السوريين والعرب واليساريين بشكل خاص من هذا الحراك، اللي كان بعض الأحيان يصيب بالإحباط بشكل إنه صار الإنسان يضع نقاط استفهام إما عليهم إنه هالصدمة اللي صارت رجعتهم لحالات انتماء ما قبل الانتماء الحديث، أو كان الثقافة المحمولة كانت جدا قشرية نصفية جاهزة معلبة ما قدروا يستخدموا عقولهم لحتى يشوفوا الحراك الشعبي وجذوره. كمان هذا محور النقاش. النقطة الثالثة هو الإسلام السياسي. مبارح مع الدكتور ونحن عم نتصل الشغلة أنا أنه يبدو النموذج الإيراني غير قابل للتصدير بالشرق الأوسط، بينما النموذج التركي الماركتينج تبعه أقوى شوي. هلأ شو الحظوظ لحتى يكون بالعالم العربي وبسوريا بشكل خاص تنتج حراك سياسي إسلامي منفتح يسرد إلى قاعدة حديثة وبنية دولة علمانية؟ هذا موضوع حوار ونقاش. والنقطة الأخيرة رح نستشير فيها دكتور هو
رؤيته بمآلات الحراك الثورة الموجودة في سوريا وخاصة بتوازعها الإيديولوجي والعسكري وتدخل الآخرين بشكل أنه صار سوريا ساحة حرب للآخرين أكثر ما هي ساحة صراع كافي. فاللي بيحب يتفضل بالسؤال الأستاذ الورينا تفضل. سؤالي للدكتور إذا بتجي لهم بس يشوفوا الدكتور. إذا بتجي لحتى إذا. ممكن. سؤالي للدكتور. عم بسمع إيه تفضل. سؤالي للدكتور. أنا على كل حال بدك تعذرني أنا سمعي شوي ضعيف بس ماشي الحال. كمان أنا فهمي شوي ضعيف. دكتور سؤالي هو إذا تعرضت للسيارات الموجودة أرجوك تحكي ببطء شوي أكثر. أنا بفضل إذا فيه لهون الميكرو هون وممكن تطلع. إيه وإذا مباشرة من الميكروفون. إيه طبعا رح يجي لهون. إيه. دكتور يعطيك العافية وشكرا على هالمحاضرة القيمة. من خلال استعراضك للتيارات الموجودة بالثورة السورية استعرضت حضرتك ثلاث تيارات إسلامية ولم تتطرق إلى أي تيار علماني فيها. هل نفهم من ذلك أن من سيخلف نظام عصابة الأسد الخسيسة هو نظام إسلامي؟ وشكرا. طبعا لا أعتقد، يعني اولا انا ركزت على التيارات الاسلامية اللي تتصارع في سوريا، لانه جزء من السؤال اللي طرح علي هو هالموضوع. هذا انا بعتقد انه الجسم الاكبر للثورة في اصله واساسه كان مدني، يعني ناس متدينة و بدون أن يعني تحاول أن تفرض تدينها على الآخر. هذا إذا بدك ممكن تسميه تيار علماني أو تيار مدني. هي كلمة مدني هنا تأتي نوع من العبارة المقبولة أكثر لكلمة علماني، يعني اللي التيار الذي لا يريد أن يفرض نوع تدينه على الدولة، على الآخرين، على المؤسسات. هذا أنا بعتقد موجود، وبعتقد بعد ما الآن سوريا تعيش أيضا ما يمكن تسميته بإسلام التوتر العالي، لأنه تعيش مرحلة توتر عالي جدا، فإسلامها أيضا تكون توتر عالي. ودي بيكون إسلام التوتر العالي سائد بيصير سهل اجتذاب الشباب والصبايا واجتذاب الناس إلى الإسلام المتطرف، إلى إسلام خاصة التكفير والتفجير، أو في الحالات الأضعف إلى مثلا تنظيمات الإخوان المسلمين أو ما يشبهها. قناعتي أنا أنه يعني وقت اللي هالمرحلة التوتر العالي، هي مرحلة الإسلام التوتر العالي بتمر، يعني سيعود السوريون إلى إسلامهم الشعبي التلقائي العفوي التقليدي. وفي الوقت ذاته مع عملية الإعمار وإعادة البناء وإلى آخره، والبرجوازية السورية ستشارك في هذا بشكل، أنا برأيي أعتقد بأنه ستشارك بشكل قوي وتستفيد من هذه الفرصة. يعني إسلامها بيكون هو إسلام الطبقة الوسطى أو إسلام البزنسي. فبعتقد هالنوعين من الإسلام هن رح يكونوا يسودوا في سوريا، يعني إسلام على طريقة إسلام الحريري مثلا بلبنان إذا أخذنا نمط قريب لنا،
والإسلام الشعبي اللي بنعرفه بحوران أو بحلب أو بحمص أو إلى آخره، يلي ما هو إسلام توتر عالي ولا هو معبأ أو حامل أيديولوجية تعبوية يعني إلها 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 أجندة تفرض مفاهيمها وقوانينها إلى آخره على المجتمع كله. هاد توقعي أنا، يعني على الأقل أقول أيضا إنه إذا من توقعي تحقق 40-50% بيكون جيد جدا لسوريا. ولذلك قلت بأنه الأرجح أنه إذا صار انتخابات حرة حقيقية ما تكتسح التيارات الإسلامية البرلمان تماما، لأنه في كتلة كبيرة في سوريا من أهل البلد أكثرية إلى آخره، سميهم سنة شو ما بدك، اللي هي طابعها طابع إسلامها مش طابع إسلام متوتر وإيديولوجي وحامل لإيديولوجيا أو تعبوية. شكرا دكتور. في الدكتور حسان جمال حابب يطرح سؤال، وبعده الأستاذ نزار صالح. أهلا وسهلا. دكتور العظم تحية التقدير. كنت طالبا جامعيا حين التهمت كتابك في نقد الفكر الديني. ثم جاء كتاب سلمان رشدي وحقيقة الأدب ليؤكد لي أنك لا تساوم على الحقيقة ولا تلجأ لللف والدوران لتقول للناس ما لا يحبون سماعه. في الفترة الأخيرة قبل وبعد ثورة الشعب السوري كنت مثل آخرين من مؤيدي الدولة الديمقراطية العلمانية أو المدنية تنظر بإعجاب إلى تجربة الحزب الإسلامي في تركيا، واصفا إياه بإسلام البزنس، ولأول مرة ذلك أنه لأول مرة يحكم حزب إسلامي بلدا نظامه ديمقراطي ودستوره علماني. وكنت تأمل أن تصبح هذه التجربة مرشدا للأحزاب الإسلامية الأخرى قد تؤدي إلى مصالحة تاريخية بين الديمقراطية والإسلام. ألا تعتقد أن هذا الأمل تبدد اليوم مع حكم النهضة في تونس والإخوان في مصر والأزمة التركية التي أحد أسبابها محاولة تقييد الحريات الخاصة باسم الإسلام؟ هل أدرك حزب أردوغان أنه مضطر إلى إعطاء شرعية دينية لنظام حكمه لا يجدها في السياسة ولا في الاقتصاد؟ لم يجد في السياسة شيئا اسمه سياسة إسلامية أو في الاقتصاد اقتصاد إسلامي. لا بد إذن أن يلجأ مثلما تفعل جميع الأنظمة الإسلامية إلى إعادة أسلمة المجتمع عن طريق فرض قيود على الحريات الشخصية وحرية المرأة وحقوقها. شكرا على سؤالك يعني مراجعتك لما أنا في السابق كتبته. أنا بعتقد أنه بكير نقول أنه الأمل تبدد، لسه بكير، لسه نحن أمام صيرورة متفجرة والتواءاتها كثيرة ولا نعرف على ماذا سترسي. لذلك القول بأن الأمل تبدد كليا بعتقد بكير كتير. يعني ليس مسألة سهلة بأنه مثلا حزب الإخوان المسلمين أو جماعة الإخوان المسلمين عفوا عملت حزب سمته يعني تقليدا لحزب
أردوغان، حزب العدالة والحرية وهنديك العدالة والتنمية. بالمغرب كمان في عندهم حزب عدالة وشيء. فهي نقطة. أما واقع أنه التجربة التركية يعني تركت أثر على الإسلام السياسي العربي، بس ما عم بحكي أنا طبعا عن إسلام التكفير والتبشير، عم بحكي عن الإسلام السياسي العربي العادي عموما، إخواني أو شبه إخواني، تركت أثر كبير. والمهم أنه الإخوان سابقا كانوا يكرهون تركيا كره العمى بسبب لأسباب معروفة، علمانيتها، إلغاء الخلافة، العلاقة مع إسرائيل، التوجه الحداثي الغربي. والآن فجأة صاروا عم يقلدون للأتراك، وأعلنوا أكثر من مرة، حتى بحزب النهضة بتونس الغنوشة أعلن بأنه نحن سنقتدي بالنموذج التركي. طبعا مش بالضرورة نصدق كل كلمة بيقولها، لكن أنه عم يشكل نموذج ما لهم، ونموذج ناجح على الرغم من مشاكله، هو نموذج ناجح. فأنا وقت اللي بتطلع على النموذج التركي، طبعا أنا بشوفه من بعيد، أنا ما بدخل ب يعني النموذج ما بتدخل بتفاصيله ومشاكل الداخلية، في ألف ومليون مشكلة داخل تركيا. أي تركي بتسأله بيحكي لك وبيقول لك، لكن بالنسبة لنا نحن عم نشوفه كنموذج من بعيد، يبدو أنه فعال وشغال وماشي حاله. يعني لو نحن نقدر نحقق 70% من هالشيء، هذا بيكون شيء عظيم. الأزمة في تركيا، يعني أنا طبعا لحد ما تفاجأت فيها، لا أنكر ذلك، خاصة أنه الاقتصاد مزدهر بقوة في تركيا. لكن يبدو أنه نفسه هو أردوغان يعني طول بقائه في السلطة، وهي الاستبداد الشرقي بيدخل هنا بالعملية، يعني طول بقائه في السلطة شوي شوي صار حوله لشخصية سلطوية تسلطية، صار يسكت نقاده، يحبس المثقفين. لكن كمان بدك تشوف حيوية الشعب التركي والمجتمع المدني التركي يلي بالأخير قام ما سكن، وبمعنى ما انتفض، وأجبروا أردوغان بأنه يخضع مشروعه لميدان التقسيم إلى استفتاء شعبي. بالخلاصة يعني أنا لا أرى أنه، طبعا أنا لا أقول بأنه التجربة التركية قابلة للتطبيق في أي بلد عربي حرفيا، يعني ليس هذا، وأنت عادة النموذج لا تطبقه حرفيا، النموذج دائما بيبقى مثال، بمعنى ما على الطريقة يعني مثال الأفلاطوني اللي أي تقليد له بيكون ناقص. بهالمعنى أنا يعني ما زلت أعتقد أنه نحن أمام صيرورة، إن كان بالنسبة لتركيا أو بالنسبة لبلداننا نحن العربية وسوريا تحديدا. التفاعل بين مجتمعنا وتجربتنا والتجربة التركية بعتقد سيكون مفيد لنا ولديمقراطية التي نرجو أن تأتينا يوما ما. شكرا دكتور. الأستاذ جلال صائب حابب كمان قدم. تفضل. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. أنا من جيلك، يعني الثمانينات، جيل الشباب. أنا كنت طالب
بالتجهيز الأولى بدمشق بال49-50. شاركت بمظاهرة ضد النص بالدستور السوري دستور ال50 اللي كان ينص يحاول الإخوان المسلمين اللي كان متمثل بمصطفى السباعي والشيخ الزرقا ومحمد المبارك وعارف الطرقجي، كان عدد النواب الإخوان المسلمين يتجاوز 14 نائب، وكنا ضد 14 بمجلس قديش؟ سنة 50-49 انتخابات. ايه 14 نائب بمجلس 128 نائب عدد. ايه طبعا 14 ب128 يعني نسبة عادية. خليني ومظاهرتنا كانت على نص دين رئيس الدولة الإسلامي، لأن كنا نعتبر أن موقف حزب الشعب وموقف الحزب الوطني كان ضد انتخابات أن يتولى فارس الخوري رئاسة الجمهورية، واللي أسقط نص دستور دين الدولة الإسلام إن العشائر، كتلة العشائر، وقف الشيخ إدهام الهادي شيخ شمر ورئيس كتلة العشائر 26 نائب وقال له لمصطفى السباعي الناس راح تصل للقمر وانت تريد ترجعنا 1300 سنة. أنا في اعتقادي وأنا مواطن من دير الزور وعايش بدمشق وعشت بهذه المنطقة، 14 محافظة في سوريا لن يستطيع الإخوان المسلمين أن يسيطروا على هذه المحافظات. السويداء لن تنتخب محافظة السويداء إخوان مسلمين. درعا الآن، وأنت تعرف أن أعطيك مثال، عائلة المحاميد تتجاوز 35,000 شخص، قتل منها حتى الآن 65 شخص بما فيهم الطبيب الأول اللي اغتاله عاطف نجيب. الحمولات مثل ما بيسموها بحوران، الحمولات الحريرية والزعبية والمداد والهذا لن تنتخب إلا وجهاء من هذه الحمولات، من جرابلس إلى أبو كمال 24 عشيرة من العقيدات للشمر للشعيطات حتى بمدينة دير الزور. مدينتي نحن نقسم المدينة إلى 3 مناطق، الشرقيين والمصريين والكرشان، لن ينتخبوا البقارة، لن تنتخب إلا من البقارة. فالحسكة والقامشلي مجموعات اللي موجودة فيها ليس لها أثر الإخوان المسلمين، متوزعة بين أكراد وعشائر عربية بين الجبور وشمر وطي والأكراد والمسيحيين السريان وغيره. نرجع على المحافظات الأساسية، حمص وحماه. بعد تجربة 82 مع الإخوان المسلمين، السيطرة الآن والتوزيع على الفقراء وعلى المساكين والمعانات تأتي من العائلات العريقة في تاريخ حماة. حمص مقسمة، وأنت تعرف بين حماة وحمص، مقسمة بين اليسار والعائلات اللي تشرف بشكل يومي على إعانة الناس وإعاشاتهم. تبقى طرطوس واللاذقية ومحافظة إذلب وحلب ودمشق. ماذا يستطيع الإخوان المسلمين؟ وأنت قلت أن الإسلام في حلب وفي دمشق إسلام وسطي، فأنا لا أتوقع إطلاقا أن يكون هناك غزوة إسلامية مثل تونس ومصر. إضافة إلى ذلك، أنا عديت ورقة وبعض الإخوان يعرفوها، يجب بعد انتهاء هذه الثورة أن تكون هناك قانون للإدارة المحلية،
وانتخابات الإدارة المحلية للبلديات وللنواحي وللمحافظين ومجالس المحافظات ستكون قدوة أساسية لإبعاد القوى الأساسية اللي مدعومة إن كان من قطر ولا من السعودية أو من الإسلاميين ومن ما كان. لذلك أنا اقترحت أن تكون انتخابات الإدارة المحلية أهم من قبل انتخابات النيابية في حال انتهاء الثورة. هذا جزء أنا رأيي عم أقوله عن هذا. الجزء الثاني اللي ما يتعلق باليساريين. أنت وأنا نعرف تاريخيا أن اليسار في سوريا والاشتراكيين والتقدميين قدموا سوريا على مذبحة عبد الناصر بأن قبلوا بإلغاء الأحزاب وإلغاء الحريات وإقامة الأحكام العرفية. تسلسل التاريخ حتى حركة القوميين العرب تحولت من حركة قومية عربية إلى الجبهة الشعبية وإلى اليسار بعدن وبظفار، فقدت كل قواها بسيرها نحو اليسار، واليسار اليوم لا يزال غير متماسك ويمشي ويسير في ركاب الدكتاتوريات. هذا رأيي. وسؤال الأخير بدي ردك على أسعد أبو خليل في مقاله اللي كتبه بالأخبار من 3 أسابيع. وشكرا. شكرا جدا على المطالعة. أرجو أن تتقبل الأسئلة الشبابية بصدر رحبة. عفوا. أرجو تقبل الأسئلة الشبابية بصدر رحب. لا ولو في عندك ناس طلابي كانوا بيعرفوني. أولا شكرا كثير بالفعل على المطالعة، وأنا شعرت أنه مطالعتك هي يعني نوع من إضافة وتعزيز ورفع الرؤية اللي أنا حاولت أني أقدمها. وطبعا سررت جدا أن أعرف، ما كنت أعرف أنه الموقف العشائر جيد إلى هذا الحد، وهلأ نورتني في هذه المسألة وأسلجت صدري أيضا، لأن حقيقة أنا كابن مدينة وابن مدينة دمشق وما بعرف المناطق العشائرية وبعيد كثير عن العشائرية، فما كان عندي فكرة، كان عندي فكرة بالعكس إلى حد ما عن مسألة العشائر. وهلأ يعني أسعدتني جدا باللي تفضلت فيه. طبعا بالنسبة مرة أخرى للعشائر، إنه مزبوط معك، هن المفروض يعني اللي ذكرتهم واحدة ورا الثانية، المحافظات والعشائر والآخرية، مفروض بالنظام الديمقراطي إنه ينتخبوا من يمثلهم، بيمثلهم بيكونوا منهم أو قريبين منهم، أو شخصيات طبعاً إلى يعني بعد وطني عام. وهي يعني نقطة مهمة وأنا بلاقيها يعني طبيعية. بالنسبة لمذبحة عبد الناصر، لا تنسى أنه اللي قدموا كل هالشيء هذا على سميته مذبحة عبد الناصر، انه رجعوا بعدين انتفضوا عليها وانسحبوا، اوكي، ورفضوا المذبحة يلي صارت، وعادوا الى نظام مدني ديمقراطي نسبيا، لكن ما عاش، وطبعا بسبب الانقلاب العسكري. بالنسبة لأسعد أبو خليل، شو بدي أقول؟ يعني أسعد أبو خليل يعني تعتبر أنه اللي كلامه بينقام من أرضه؟ يعني أسعد أبو خليل يعني نزل عليه الاتهامات، تعرف الكلاسيكية كلها تبع الصهيونية والموساد والعمالة، أي شي بدك يعني حكاه. فإذا في نقطة معينة مثلاً حدا بده يسألني إذا صحيح اللي عم يقوله صح أو كذب أو إلى آخره، فما بعد يعني حاكي قصص كثيرة
بالداخل متهمني اني انا يعني بعتد باني مثلا من عائلة بيت العظم. طبعا ما بعرف اذا كان عيب الواحد يعتد باسرته، فهو معتبرها هي نوع من الذنب او العيب. والمقال مليء بهالنوع من في حديث بجوز حكي له شيء انا يعني صار بيني وبين انفراس زوجته لعمادة إطلاس، لكن طبعا هو كان من باب الممازحة يعني بين إلى حد ما بيت الجابري بحلب وبيت العظم بالشام، ما له أكثر من هيك يعني. كانت بحفلة استقبال يعني شفتها، وهي المرة الوحيدة اللي يعني حكيت معها، وصار هالنوع من المداعبة بالنسبة للعائلات الأرستقراطية وإلى آخره. فهو ما بعرف شو حملها ومشي فيها. أنا بحكيها عادة من باب النكتة لا أكثر. إذا في نقاط محددة هو حاكيها وبتكون تأكدوا مني أنا إنه إذا صحيحة ولا لا، أنا جاهز. اما الكلام كله تبعه كله يعني لا بينام من ارضه، يعني هذا الردح اللي بنعرفه بالاوساط السياسيه العربيه والاحزاب لا يعول عليه، لا يعول عليه التخوين والتكفير على كل حال اذا حمل المسحه شيء اكثر من اللزوم فيبدو انه ما لقى شيء يحمل عليه. معقول كلامك، عنده كثير كلامك. بكل الاحوال في سؤال كمان من جيل الشباب، دكتور جوزيف معتوح حبيبي ثلاث وقت انا بعدني من جيل الشباب. شكرا للدكتور صادق. سلام دكتور، خليني اول شيء حييك وشوف شفت وشك هلا بعد غياب طويل. طبعا يعني بزرني اني اشوفك خارج بعيادي. تكلمتوا عن أنواع الإسلام الموجودة بسوريا، بس في نوع ما تكلمتوا عنه هو الإسلام العسكري أو المتعسكر. شاهدنا على الفضائيات من الأسبوعين الماضيين مقابلات مع بعض رؤساء الكتائب غير جبهة النصرة. الحقيقة أن الجماعة تفكير لا يتناسب إطلاقا مع أي حكم مدني أو أي انتخابات أو أي حريات أو كل شيء، وهدول بإيدهم سلاح. شو بده يصير فينا متى ما وصلوا للحكم أو ما رادوا إنه ما يتخلوا عن الحكم؟ الحقيقة الأقليات هذا اللي شغل بالها، وهذا اللي خلى جزء كبير اليوم من الأقليات اللي كان معارض للنظام يغير اتجاهه. فإذا كان هدول اللي معهم سلاح وتفكير رجعي بشكل هائل، شو بده يكون موقف الدولة الجديدة تجاه هالأشخاص هدول؟ يقال إنه بيشكلوا الجزء الأكبر من الجيش الحر، هل هذا صحيح؟ شكرا دكتور. شكرا لك. انا التفصيل اذا صحيح ولا لا يعني ما بقدر اعطيك جواب، لكن انه الظاهره موجوده لا شك انه موجوده يعني، وحتى لو ما شفناها على التلفزيون بنعرف الشيء هذا. انا خوفي الاكبر انه جيش الحر حتى لو ما كان نوع من الاسلام المتعسكر، إذا هو أطاح بالنظام ووصل للقصر الجمهوري بأنه ترجع إغراء بسوريا، هذا الإغراء سهل وسريع بأنه يرجع الجيش هو يمسك، وخاصة أنه في فوضى واضطرابات ومشاكل في المرحلة الانتقالية. فأنا خايف منهم، كان يعني كانوا عسكريين إسلاميين أو عسكريين عاديين، أنا خايف من هالمسألة هاي، وهي بدها يقظة كبيرة يعني الدفاع والحفاظ على مدنية من سيستلم المرحلة الانتقالية إنه ما تكون بإيد العسكر. هلأ
الإسلام المتعسكر اللي عم تشوفه هلا أنا بعتقد إنه جزء منه هو حماوة اللحظة القتالية. يعني نحن بتعرف ببلادنا ما زال لحظات الصعبة، لحظات الزلازل، لحظات العصيبة، الناس بشكل تلقائي وبشكل شبه غريزي تندار إلى الدين، فالدين بيعطي عزاء من جهة، وممكن يودي باتجاه التكفير والتفجير والانتحاريين وإلى آخره. هلأ إذا أخذت أنا، يعني أنا عشت قسم كبير يعني من الحرب الأهلية بلبنان، وشفت هناك أيضا دين متعسكر أو مذاهب متعسكرة. بس بعد ما خلصت الحرب رجعت الناس لتدينها يعني العادي الطبيعي الشعبي، وما عندي يعني أسباب إنه سوريا تكون مختلفة مثلا في هالمسألة عن ما شفناه بلبنان. يعني شفنا كتير تعصب معسكر وملفوف ومغلف بالمذهب، المذهب الديني إن كان درزي أو ماروني أو شيعي، أو وهلأ أمام الظاهرة الشيعية نحن المعسكر. فعندي أنا يعني توقعي بأنه هالمرحلة هي بتمر، ترجع الناس لي يعني تدينها الطبيعي العادي اللي بنعرفه تقليديا. ما بتوقع أنا هدول الإسلام المعسكر اللي سميته وهو تعبير ممتاز رح يحسنوا يسيطروا على الحكم في سوريا. إن شاء الله أن يكون هالشيء وما يكون wishful thinking. أي أرجو طبعاً، يعني ما حدا عنده ضمانات مسبقة بحالة ثورة، ما حدا عنده ضمانات مسبقة. أنا بعتقد إنه المجلس الوطني والائتلاف لازم يصروا على هالنقطة هي اللي ما عم يجيبوا ذكرها ببياناتهم. الأقليات خايفة جداً وهذا شيء ما بيناسب أبداً إنه يستمر. طيب شكرا دكتور على المقابلة. دكتور فيك سؤال من جيل الشباب هلا، في سيدتين حابين يتقدموا بأسئلة، هالمرة جيل الشباب 50 أنا يعني. مساء الخير دكتور، شكرا لك. أهلين يا هلا فيك. دكتور ذكرت حدثك انه سوريا نوعا ما محصنه ضد الحرب الاهليه لحد ضد ايش؟ الحرب الاهليه. ما قلت محصنه، قلت مو واقعه الان في حرب اهليه. اما مش محصنه، لا تحسين ما حدا محصن. انا بتمنى تكون محصنه. ذكرت مثال لبنان ومثال العراق. كنت عم بتقول انه الطوائف بسوريا غير مسلحة، بينما كانت بلبنان طوائف مسلحة. مو بس مسلحة، شو سبب التسليح بلبنان؟ سبب التسليح كان لحتى اللي الدق ببعضها. ايه بسوريا في احسن الاحوال بسوريا اذا الدروز تسلحوا مليح محالهم مو اكثر. صحيح. كمان ذكرت العراق. العراق بعتقد كان بعكس لبنان، يعني بلبنان كان في الفوضى المنظمه، بالعراق كان الفوضى الكاوه الكامل اللي حصل ما بعد الديكتاتوريه. لا اي حد ممكن تصمد سوريا فعلا ضد قيام حرب اهليه بعد النظام.
السؤال هو إلى أي حد ممكن سوريا تصمد ضد قيام حرب أهلية من بعد سقوط النظام؟ يعني أنا بعتقد أنه بعد سقوط النظام ستكون هناك مرحلة اضطرابات ومرحلة مشاكل، ونحن لا أنسى أبدا أنه ثقافة الثأر والانتقام في مجتمعنا قوية، وسيكون هناك يعني بيكون واحد طوباوي وغير واقعي إذا ما توقع أنه سيكون هناك ثأرات وانتقامات وتصفية حسابات، وهذا شفناه بالعراق إلى حد ما إلى حد جيد يعني خصوصا بالبداية. الوظيفة اللي بدنا نقوم فيها يكون فيها مثلا الائتلاف والمسؤولين على المرحلة الانتقالية هو الحد من هالمسألة هاي. تتوقعي انه ما تصير بعتقد مثل ما قلت مسألة يعني خيالية طوباوية، لكن الحد منها تحويلها او الى مسائل فردية محلية بدون ما تتعمم. هلا مثل اي مشروع من هالنوع هذا ما في مثل ما قلت ما في ضمانات مسبقه انه ننجح كليا او يصير نجاح، لكن شيء من هذا بده يصير. إذا السؤال دكتور بس إيه ليش شو راح الصوت؟ لا راح الصورة جمدة الصورة بس، لكن صوت بده موجود. هلأ كيف؟ عم نسمعك بس الصورة بعد جمد. إذا ننطر شوية عم تساوي لودينج الصورة بس فيك تسمك عليكم ولا علي؟ لا حق التكنولوجيا. لا نحن كلامنا على الثورة السورية هلا. اهلا يا طالب دكتور، رجع الصورة بشكل طبيعي. مش الحال ايه مش الحال. في سؤال من الصديقة عفراء الجلوي. اهلا وسهلا فيها عفراء صديقة. مزبوط هلا المتوسط العمري عم ينزل. هي صبية من المرة صديقة مشاغبة. الملاحظ أنه يعني الاستعمال سواء بالإعلام الغربي أو حتى الخطاب المتوجه تجاه الثورة السورية يركز دائما على قضية الأقليات وعلى الحرب الأهلية وعلى القضية المذهبية، ولكن إذا نظرنا إلى الواقع، وهنا أريد أن ألفت النظر أنه دائما الإنسان الخائف واللي قاعد تحت التخت وعم يتخيل وحوش برا الخزانة تبعه مثل الأطفال، أما الإنسان العاقل الراشد البالغ فهو الذي يخرج إلى الحقيقة وإلى ضوء النهار ويرى ما يحدث على أرض الواقع. ما يحدث على أرض الواقع أن النظام السوري يستفز بكل طاقاته وبكل أساليبه مع النظام الإيراني ومع حزب الله النعرات الطائفية وبشكل منهجي وبشكل منظم. يعني المجازر التي حدثت في جديدة عرقوب، في الحولة، في الصنمين، في بانياس، في البيضة، كانت جرائم مجازر طائفية حقيقية قتل فيها أطفال ونساء ورمي الأطفال الرضع في حاويات القمامة، رغم أن الجيش الحر يرتكب أخطاء بشعة وننتقده عليها ويرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، ورغم أنه يطل على مناطق شيعية وعلوية، لكنهم لم يقم بارتكاب مجازر بشكل ممنهج ضد أطفال ونساء. إلى الآن لم يحدث هذا، ولذلك رغم كل الانتهاكات التي تحدث أنا أجد أن الشعب السوري أثبت صلابة كبيرة ونوع من الحصانة ضد الطائفية التي يحاول النظام أن يستعملها كاستراتيجية للخروج من مأزقه حتى يدخل المنطقة كلها في شحن طائفي. ما تفسيرك لهذا الصمود السوري، ولماذا لا نستطيع إعلاميا أن نستعمله من أجل مصلحة الثورة السورية؟ لو ارتكب الجيش الحر مجزرة طائفية واحدة ألا تعتقد أن الإعلام العالمي كله سوف يكون بالمرصاد أي خطأ فردي استثناءات يركز يسلط عليها، لكن لا ينظر بشكل واقعي إلى ما يحدث على أرض الواقع.
أن الطائفية يستعملها النظام من أجل خروجه. لماذا كل هذا التعتيم الإعلامي ولماذا لا يوجد هذا الوضوح من أن يعني على مصدر الطائفية الحقيقية في المنطقة؟ شكرا مدام. هلا صمود الشعب السوري بعتقد فيه نوع من الوعي بانه ما بدهم يوقعوا بلعبه تبع النظام او يلعبوا اللعبه اللي بتخلي تعطي للنظام المبرر والمسوغ يسوي اشياء امام العالم باسم انه هو يعني باسم انه هو يمنع الحرب الطائفيه او يقاتل ناس طائفيين الى اخره. هذا سبب بعتقد جزء من سبب جيد يعني من صمود الشعب السوري امام هالحاله هاي. ثانيا بوافق انا يعني الانتهاكات اللي مثل ما قلت الانتهاكات والغلو والتطرف اللي طلع من بعض مكونات الثورة لا يقارن بأي شكل من الأشكال، لا يقاس بما فعله النظام وبتطرفه وغلوه. وأنت يعني شرحتي شو صار، ما في زوم أدخل بأي أذكر أي تفاصيل إضافية. هلأ بالخارج يعني يبدو في رغبة بالفعل بأنه مثل ما بيشوفونا عادة كأنه إحنا موزاييك، ففي رغبة أنه يشوفوا أنه بالفعل القتال هو على الطريقة اللبنانية والعراقية. ما يعني باستثناء في استثناءات طبعا يلي بيّنت أو أشارت إلى أنه الوضع في سوريا ليس هكذا. خير، في سؤال من الدكتور محمد الأطرش حابب يطرحه عليك. محمد الأطرش تبع الشام؟ لا، محمد الأطرش من عرسال. من عرسال. خير، نعم، تفضل. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. هو ليس خروجا عن النص، لكن لأصل إلى نقطة تحدثت عنها. في مونتريال درجة الحرارة 25 درجة والطقس مشمس، وهو ما لم نره من عدة أشهر، ومع ذلك ضحى معظم الموجودين بالتواجد هنا لمدة أكثر من 3 ساعات عدا الانتقال لسماعك. إذن المثقف مواطن، لكن ما دفعنا للمجيء لأن له دور، ودوره يأتي من خلال لإضاءة على التفاصيل الصغيرة والكبيرة لإرشاد الناس، ليس بالضرورة من دور المرشد لكن للدلالة على خطورة ما نمر به. هذا فقط للتعليق على دور المثقف. ومن هنا أبدأ لأسألك بنقطة أساسية. برأيي هل يمكن تسمية ما يحدث في سوريا بربيع عربي؟ أنا لا أعتقد ذلك. يمكن الحديث عن الربيع العربي في كل الدول العربية الأخرى، مصر، تونس، وأيضا اليمن، لكن ما يمكن الحديث عنه هو ربيع سوري فقط، لأن الربيع السوري له استثناءات. في كل الدول الأخرى أصرت الأجهزة الأمنية بمختلف أشكالها، الجيش والوحدات والأجهزة الأمنية والمخابرات، على تحييد نفسها كليا عن الصراع، مما جعل الربيع العربي يرتكز أساسا على نقطة المواجهة بين السلطة القائمة دون أي جناح عسكري وبين الناس المتجوزين في الطرقات، وهو ما سهل الأمر كثيرا. إلا أن الربيع السوري الوحيد هو الذي قام على صورة العين تواجه مخرزا، وهو بالتالي يختلف بكل مسبباته وإشكالياته عما يحدث في البلدان العربية الأخرى. هذا من الناحية الأولى. النقطة الثانية التي أردت إثارتها أيضا معك، نوام تشومسكي وأنهى حديثه منذ بضع ساعات، يقول بأنه من الرغم من أننا سنغرق لجيل أو جيلين، إلا أن الربيع الأمل بربيع عربي متجدد ما زال قائما، لكن ذلك لا يمنعنا من التطلع لأمرين. أولا أننا نتجه إلى الإطاحة كليا باتفاقية سايكس بيكو، وأننا نتجه إلى اتفاقية جديدة ستعيد رسم حدود وملامح لدول جديدة. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية وهي الأهم برأيي، أن
كل ما يجري اليوم في سوريا ستسعى الدول الإقليمية والدولية إلى إطالته لفترة زمنية طويلة، لأن ما يحصل في سوريا يؤمن لها أمرين، يؤمن للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دمار دولة سورية بالكامل، ويتيح بالتالي استمرار النظام الصديق، ويتيح أيضا لأمريكا وإسرائيل أيضا أنها تتخلص تلقائيا من كل الإسلاميين المتواجدين على أراضي الدول الأخرى في سوريا. لكن هذا الذي أنهى به كلامه نوال شومسكي ألا يعني بأن السوريين قد أشعلوا نارا يحرقون أنفسهم هم وقودها؟ شكرا. شكرا للدكتور محمد الأبرش. دكتور، أول شيء يعني ليش بدك تسحب من دول عربية أخرى لفظ ربيع أو وصف ربيع؟ يعني هن بيشوفوا حالهم أنه كمان عملوا ربيع هون، وربيعنا نحن طلع دموي، بس يعني ليش لحتى لي منقول نحن فقط عنا ربيع وهن ما عندهم؟ يعني بعتقد أنا بدي احترم إرادتهم انه كيف هن بيشوفوا نفسهم انه هن كمان عملوا ثوره بطريقتهم وعندهم ربيع هون. فانا من جانبي انا بحترم هال التوصيف اللي هن بيريدوه لنفسهم، كما اني بطلب منهم انه توصيفني على ما يجري في سوريا كثوره كمان هن كمان ياخذوه بعين الاعتبار وما يركبوا عليه اوصاف اخرى او يطلبوا منا انه نوصف حالنا بشكل غير انه نحن ثوره. هي بالنسبه لربيع عربي وسوري، يعني هي مساله يعني تسميات ومصطلحات، ما بعتقد مساله جوهريه. بالنسبه لتشومسكي إطاحة بساكس بيكو، أنا أشك بذلك كثيرا. شوف، ساكس بيكو ما في حدا سبها وشتمها ورفضها قد يلي قاتلوا من أجل الحدود يلي رسمتها ساكس بيكو. يعني عسكر عرب وراء حدود ساكس بيكو قاتلوا من أجل بقاء هذه الحدود، ونحن وصلنا لنقطة الآن نحن بنحكي سوريين عراقيين مصريين يمنيين إلى آخره. يعني بمعنى آخر الحدود اللي عملتها ساكس بيكو أصبحت اللي يسموها بالعبارات التقليدية تبع البعثين الدولة القطرية، يعني يبدو انه تثبتت، وانا ما لي شايف انه هالدولة القطرية رح تنهار او تمشي. فبعتقد بهالمسألة هي اذا هيك قال، انا ما قرأت شو او شفت شو قال تشومسكي، بس اذا هيك قال انه ساكس بيكو بدها تنتهي، انا بعتقد انه غلطان كثيرة. يعني المنطقة مرت بحروب كثيرة، من حرب ايران العراق، حرب تحرير الكويت، حرب اللبنانية، بعدين ما احتلال العراق إلى آخره. ما تغير شيء من حدود ساكس بيكو في كل هذه الزلازل التي مرت على المنطقة. لذلك يعني بعتقد هو يعني عم يقرأ الصورة بشكل خاطئ. مين له مصلحة بتغيير يعني ساكس بيكو هلأ؟ الدول العظمى يعني وقت الحروب الكبرى والى اخره. ما بعدين في فكره انه تقسيم، يعني انا بتذكر ببدايه الحرب اللبنانيه حكى كثير على تقسيم لبنان وعلى الكانتونات والى اخره، بس المتقاتلين ما حدا بده يتقاتل على نص لبنان، كلهم بده يتقاتلوا على كل لبنان. وكذلك عندنا بسوريا نفس الشيء، المتقاتلين يعني الطرفين الثوره والنظام بده وقت العمائات على سوريا كلها مو على نصها، بده المزرعة ما بده نص المزرعة. لذلك كمان أنا ما بعتقد أنه مسألة التقسيم واردة. والدول الكبرى يعني دخلت الأمريكا على العراق وطلعت، تركت انقسام، وانقسام بالأساس موجود كان، لكن فعلته أكثر الاحتلال، لكن ما قسمت بمعنى التقسيمات اللي نربطها نحن بساكس بيكو. ف
فأنا بعتقد أنه هاي الدول بتفضل تتعامل مع كتلة مثل العراق أو سوريا أفضل بكتير من دويلات متناثرة هنا وهناك مشاكلها أكبر بكتير. هلا إطالة ما يجري، نعم هن لهم مصلحة بإطالة ما يجري. هلا بنسمع الكلام اللي جاي من الأمريكا والى اخره بانه بدهم مجرد يعيدوا التوازن بين الثورة وقوات النظام وحزب الله والى اخره. إعادة التوازن بمعنى ما معناها الحرب تستمر، يعني ما يصير حسم. فانه لهم مصلحه بهالشيء، ومع انه سوريا انا ما بعتقد لمده 20 سنه ثانيه تقدر تهدد حدا او تعمل شيء، يعني هي ستلعق جراحها وتعيد بلسمه يعني الضربات اللي الكدمات اللي تلقتها. اما انه طبعا لهم مصلحه باطاله ما يجري، ويعني تعرف سوريا عالميا مش محبوبة بسبب مواقف مواطنية قديمة ومواقف يسارية ومواقف إلى آخره، ما محبوبة مثل مناطق أخرى بتجيها النجدة. هذا بعتقد عامل يعني باللاوعي بيلعب دور في ما عم نشوفه بالوطن الحالي وعلاقات الثورة بالدول الكبرى والنظام العالمي. عفوا بس مشان توضيح صغير، انا كاني فهمت على الدكتور لطرش عم يقول انه الربيع السوري له خصوصيه عن الربيع العربي بشكل عام، يمكن تلازم السلطه والعائله، الجيش والسلطه والدوله بكيان متماسك ومتماثل هو اللي اعطاها الطابع لاكثر دمويه واللي خلى الانتقال أقل سلمية مما حصل بمصر أو بتونس أو بمناطق ثانية أو حتى بال يعني أنا ما بسميها خصوصية، هذا الفارق. لو بمصر الجيش قرر إنه يقمع كان شفنا مثل سوريا وزيادة، أوكي. لكن يعني بسوريا الجيش له تركيبة معينة، له عصبيته، وتعود انه يحكم 50 سنة، فما بسهولة يعني الشيء اللي النظام بده يخسره واللي وراء النظام مستفيدين من النظام هائل لدرجة، يعني بلد وسلطة ومال و يعني هائل لدرجة انه طبعا بيقاتلوا لاخر لحظة من شانه. كما انه الشعب السوري ايضا هو في مزاج انه ايضا انه ما يستسلم، وانه يعني انا حطيتها بهالشكل هذا بالانجليزي never again، يعني لن تعاد، ان لن في يوم ما تعاد هكذا حكم او هكذا صلبطه وسيطره على بلد مثل سوريا. حقبة وانتهت. في عنا سؤال من ضيف العراق الشقيق الاخ هديل الواعي. اهلا وسهلا. طبعا شكرا دكتور على المحاضرة. الأخ العراقي بس ما تكون بعسي. ها نعم ما تكون بعسي. العفو. شكرا على المحاضرة. الحقيقة أنت وصلت اللي بيجري في سوريا بأنه ثورة. عفوا تعريف الثورة وما هي الثورة. عفوا ممكن تحكي ببطء أكثر شوي لحتى أسمع. سؤالي محدد، هل هناك قيادة موحدة تدير عملية الثوار في المناطق المتفرقة؟ وهل القيادة التي استقبلت جون ماكين جزء من هذه القيادة؟ يعني اللي أخشاني أنه ما حصل بالعراق أطاحوا بالنظام الدكتاتوري و أسقطوا الدولة وألغوا الأجهزة الموجودة وانترك البلد إلى يد الميليشيات اللي جت من إيران وأي مكان آخر، والآن
العراق بكامله هو متفرق ومناطق حرب مناطق اخرى. فاريد احب يعني تجاوبني على هذا السؤال بالتحديد، هل القيادة التي استقبلت جون ماكين جزء من هذه القيادة التي تقود الثورة في سوريا؟ وشكرا. عفوا لا اسمع شوي اسمع شوي، أنو قيادة استقبلت جون ماكين؟ حضرتك العفو أصدق جون ماكين وتزار حلب؟ اي نعم. طيب أول شيء تسألني القيادة موحدة، ما شبعت قيادات موحدة؟ لسه بدك قيادة موحدة؟ بعد تجربتك مع صدام لساعتك بدك قيادات موحدة؟ أنا ما بقى بدي قيادات موحدة. مو أي ثورة آخر أي آخر شيء؟ لا ما في، لا ما ضروري أبدا يكون في بالثورة قيادة موحدة. في هيئة أركان، في هلا رجع نحن ثورتنا أنا بشوف إنه بتشبه ثورة الساندانيستا ضد سوموزا بنيكاراغوا. أوكي ما في كان قيادة موحدة بالمعنى اللي عم تحكي أنت بنيكاراغوا مثلا، بس أنا أعرف الثورات اللي شاهدناها بالتاريخ تقوم بها جماعة متماسكة متماثلة لها قيادة تأخذها إلى طريق نقول النصر أو تحقيق الغايات اللي قامت من أجلها الثورة. فإذا كانت هناك ثورة في سوريا تقوم بعمليات متفرقة، هل أكو هناك ثورة أخرى ما لها علاقة بالثورة التي نراها على شاشات التلفزيون واستقبال شخصيات عالمية مثل جون ماكين؟ يعني انت ما بعرف اذا ترجع على جيلي انا مثلا، اذا بتاخذ كتاب ريجيس دبري ثورة في الثورة، فهو بنظر للثورة كبؤرة ومجموعة من البؤر، الفوكو سموها بالإسباني، وكان كتاب هذا يعني واسع الانتشار عالميا بهذيك الفترة وطبعا عربيا أيضا. فأنا بلاقي أنه يعني الثورة بسوريا أقرب لنظرية البؤرة اللي طرحها ونظر لها ريجيس دبري من أي شيء آخر من فكرة القيادة الموحدة اللي تفضلت فيها أنت، على طريقة يعني الأحزاب الطليعية اللي بنعرفها ولوين وصلتنا، كانت قومجية أو شيوعية بهالقيادة الموحدة. هلأ يعني أنت عم تعيب علينا استقبال مكين، يعني ما بعرف قبل ما تعيب علينا هالشيء هذا احكي مع جماعتكم انتم مو مكين اجا، رحتوا لعند مكين واشكاله المعارضة العراقية، على الاقل المعارضة السورية والثورة السورية عم تقلع شوكها بايدها، انتم مع صدام ما قدرتوا تشيلوه ولا قدرتوا تعملوا شيء، حتى التمثال نزلوا الامركان مش انتم مش العراقيين، صح ولا لا؟ ايوه هذا السؤال خلينا ننتقل لسؤال ثاني. في الاخ ميخائيل سعد كان عم يطلب انه يطرح سؤال، تفضل. أنا ابن أقليات ومرعوب فعلا من هالأقليات. يعني هي الأقلية، عفواً دكتور أنا عم بحكي بشكل عام، طبعاً سلام كمان دكتور لأنه في سؤال غير بعد.
انه الاقليات هي مقرره بالاصل انه الكل كافر، مين ما اجى يجي اجى شو بنسوي لها اذا هي خايفه قبل الثوره وبعد الثوره ان كانت اسلاميه ولا غير اسلاميه، يعني خايفه. فانا بدي احكي قصه بعدين اطلب من الدكتور انه نبحث عن طريقه خطاب نطمن الاقليات او نبحث في خوف الاقليات بشكل عام. انا من يومين عم بحكي على الفيسبوك مع قائد كتيبي مقاتلي في حلب وهو اسلامي ولا يخفي اسلاميته المتشدد احيانا، ومع ذلك هو يحكي مع واحد مسيحي مثلي وطلب مني اني طلب هو ان يستضيفني في حلب على خطوط الجبهه لانه وجودي مهم. طيب اذا انا بمونريال ولازم اروح لهنيك لانه هذاك الشخص بحلب لا يستطيع حتى هذه اللحظه ان يجد صوتا مسيحيا من الاقليات او درزيا او غيره او علويا ليقول لجماعته يا اخي نحن معنا الاقليات، هي واحد اقل شيء. طيب يعني شو بيسوي؟ شو بيسوي هذا الاسلامي اللي مثل ما حكى عنه الدكتور في اليوم في 160 في راسه وتدفعه دفعا الى ان يكون متعصب؟ شو هو بني ادم بالاخير، هو يستجيب لغرائزه الشخصية ويستجيب لحاجات الناس أيضا في أن يعلن تشدده. يجب أن نفهم هذه المسألة كأقليات، وإذا ما بدنا نفهم حدنا جهنم ما نفهم. شكرا لكم. يعني الأستاذ ميخائيل على عادته بال لا بس ملاحظة حلوة. هلا امتى بدك تسمح لي روح بقى؟ انا هلا صار لي ساعتين. يلا اجمالا خد كم سؤال وبعدين في سؤال وبيختم بعدين الاخ اوكي اخ بشار انت معنا؟ انا معكم تفضل راح سؤالك. غيروا العثمه. على فكره انا على الفيسبوك اعتذرت عن اسمي. تفضل. اعتذرت للشعب السوري كله. الشعب ما توضحني. يا ريت عندي صوت اخو الشعب. ايوه مسموع هيك؟ الصوت مسموع هلا؟ هلا افضل. قرب على المايك. قرب على المايك واكثر شوي. هلا مسموع؟ نعم. طيب السؤال الدكتور صادق بكل المقابلة لحد هلا ما حكى عن المعارضة، ما جاب سيرتها المعارضة السورية. طبعا هذا الكلام مفهوم ومعروفة أسبابه مبررة، يعني كلنا بنعرف لسبب. لا قل لي شو أسبابه. ما أنا ما بعرفها شو أسبابها. طيب ليش ما حكيت عنها؟ ما حدا سألني عنها. لا عماد سألني ولا المنتدى سألني ولا حدا سألني من الجمهور. نعم بس الموضوع اللي بدأت فيه من البداية لوقت ما انتهيت انت بدون ما حدا يسألك ما حكيت عنها. سؤالي مو ليش احكي عنها اذا ما حدا سألني؟ يعني انا موضوعي الثورة والاسلاميين. نعم اوكي واليسار والمثقفين. ما حدا قال لي احكي على المعارضة. قصدك المعارضة السياسية يعني؟ نعم نعم. وانا ما بدي احكي عنها مو هون سؤالي. لكن ليش عم تطرح هالشيء اذا هذا مش بدك تسمعني للاخر لتعرف ليش. تفضل. بعدم وجود معارضه سياسيه تحمل الجانب السياسي، تحمل الحل السياسي يلي بيكون جنبا الى جنب مع الثوره لينقل سوريا للدوله الديمقراطيه. بعدم وجود هاي الرافعة السياسية، بعدم وجود هذه المعارضة، السؤال هل الثورة لوحدها، هل الشعب الأعزل لوحده قادر على أنه يكمل مسيرة الثورة للنهاية ويتحول للدولة المدنية من دون قيادة سياسية كونه ما في عنا حاليا قيادة سياسية؟ هذا هو السؤال. تفضل. يعني هلا الشعب الأعزل
إذا هو عجز المعارضة أو القيادة السياسية تبع المعارضة رح تقدر توصله؟ لا طبعا مو هذا السؤال. يعني هذا أنا قلبت السؤال. أوكي أنت قلت الشعب الأعزل ما بيقدر بدون قيادة، فأنا أعمل لك أنه هالقيادات اللي شايفها بالمعارضة والآخرية قادرة على أنه تساعد الشعب منها؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. طيب. أنا ما قلت أنه الشعب غير قادر، أنا عم بقول إلى أي مدى قادر الشعب وحده يكمل المسيرة، لأنه لابد من التوجيه السياسي بالنهاية. يعني أنا بصيرورة المسيرة وصيرورة الثورة أتوقع بأنه بتفرز قيادات جديدة. نعم. تفرز قيادات يعني ميدانية وقيادات متوسطة وقيادات سياسية أعلى. أرجو أنه يعني هذا توقعي. يعني القيادات المعارضة اللي عم نشوف هلا كلها طبعا جاية من أجيال كبيرة من تجارب سابقة، يعني إلى طابع أحزاب شمولية مغلقة، يعني غير متناسبة مع الطبيعة الخاصة اللي عم نشوفها الآن في الربيع العربي وبالثورة بسوريا. نعم. خير، إن شاء الله نكون يعني تمت مقاربة الأسئلة. بالمناسبة الدكتور التزم بالمحاور يلي نحن طلبناها منه على أساس توضيح المحاور من وجهة النظر الثقافية ومن وجهة النظر السياسية بالمعنى الواسع للأمور. بتقديرنا هو بهالفترة أكثر فعالية من التوجه للمباشر والعملي، لأنه يبدو المرحلة متقلبة وتحالفاتها وتفكك تحالفات كمان كله بأمر اليوم. المناحي اللي حكي عنها الدكتور هي المناحي اللي حكينا فيها، وهلا رح نختم في دكتور احمد يوسف حابب انه يختم اللقاء ونطلق اقتراحك بعدين. شكرا لك على التوضيح. انا بس كمان حبيت اوضح بخصوص الاخ العراقي، اظن الرساله وصلت خطا، هو ما كان من المدافعين اصلا على المعارضه العراقيه، هو من النقاده، واظن رسالة وصلت خطأ. يعني هو عبر عن توجسات ان يكون مصير سوريا اليوم والمستقبل كمصير العراق اليوم. السؤال اللي بدي ارجع عن لمسه المثقف السوري، يعني حضرتك ميزت ما بين او اكدت على دور المثقف انه ما هو قيادي بالضروره للحراك الثوري. المشكله في المثقف وهي دائما اشكاليه وسجاليه، انه المثقف السوري حاضر بالثوره السوريه على صعيد الاعلام، وهناك كهنوت ثقافي في سوريا، كهنوت ثقافي يقابل الكهنوت الإسلامي أو الديني. هذا الكهنوت الثقافي يواجه الهداية الدينية بالتنوير، يعني هناك رهبان تنوير عملوا على تصوير شيطنة الثورة ضمن مقولات ظلامية بالتنوير. لهذا السبب الأسئلة كانت طرحت يعني عن دور المثقف، عن خذلان المثقف. هناك شعور في الشارع السوري من خذلان المثقف، هاي الرموز الثقافية. هاي واحد طبعا نميز ما بين المثقف كرموز والمثقف الذي على الارض. الصحف في سوريا هناك اكثر من صحيفه ومجله في سوريا ينشر فيها اكثر من 1000 مثقف سوري الان على الشارع، لكن الاشكاليه التي نعانيها هي المثقف الكهنوت الثقافي، الرموز التي انشاها الجيل القديم. هذه الاشكاليه. الفكره الثانيه هي مساله رد العظم على نقاده، والعظم مقل برد على نقاده، ويقال انه اصلا لا يعير اهتماما للنقاد. من هذه القراءة النقدية أنا ذكرت شوي يوسف حجازي الذي ينقد العظم بأنه ينظر للسنة، ينتقل من الفكر النقدي للدين إلى تنظير السنة وإلى الإسلام البزنس، الإسلام سياسي البزنس. يعني انتقل من النقد، العظم انتقل من النقد إلى التنظير والترويج. يعني هذه قراءات يعني كلها أتت من إلى العظم، كلها أثر من كهنوت التنوير. لها سبب ضروري رد على كهنوت المثقف، على رهبان المثقف. هذا السؤال. شكرا. يعني موضوع حجازي، فأنا
بالإضافة إلى النقد أحاول أن أرصد الواقع وأحاول أن أرى الاتجاهات الموجودة والقائمة. ففي عدة نقاط، واحدة أول شيء كان في بكل المناقشات والاجتماعات والندوات يلي حضرتها ذات الطابع العام، كان الجميع يتأبى ويهرب من ذكر موضوع مثل موضوع الطائفي والبعد الطائفي للثورة في سوريا. وأنا بعتقد أنه هذا يعني نوع من دفن الرأس في الرمال والهروب منه، ولذلك أنا حاولت أني أقول شيء عنه وأواجهه. ومن هون قالوا أني عم نصدر للسنة أو ما شابه ذلك. بالإضافة لذلك أنا عم برصد أنه في المستقبل إذا سوريا بده تعيد إعمار نفسها وعلى نموذج ما شفناه في لبنان مثلا بعد الحرب الأهلية هناك، طيب مين المرشح؟ أنا بدي أسأل المرشح للقيام بمثل هذه العملية، قيادتها، تمويلها إلى آخره. أرى أن المرشح لهالشيء هو البرجوازية السورية والرأسمال السوري في الخارج، واللي هرب سيعود لأجل المشاركة في هذه العملية. فهذا مش ترويج لا للبزنس ولا ترويج لإسلام البزنس، وإنما محاولة قراءة بأي اتجاه ميول الواقع ستذهب، ومحاولة الإجابة على 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 السؤال هو إنه عملية الإعمار مين بيقوم فيها. فإذا كان يعني وطبعا معظم الطبقات التجارية السورية سنية، فيعني هذا ما بنقدر ننكره وبناخذه بعين الاعتبار. وطبعا الأقليات لها 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 دور في الطبقات التجارية والصناعية السورية. فهل رصد هالشيء هذا يعني هو ترويج مثلا للبزنس وللسنة والإسلام البزنسي؟ ما بعرف، أنا عم برصدها. فأنا بسألهم إذا كان عملية الإعمار النقاد، عملية الإعمار والإعادة البناء مين برأيهم بده يقودها فائزة؟ ونحن مالنا يعني بالعراق دولة بترولية غنية كتير، فنحن مالنا هيك. شكرا على إجابتك دكتور، نشكر كثير على اللقاء الغني. شكرا كثير لك، ومتأمل انه بالفترة القادمة كمان زيارتك لنا لوب مونتريال، نحن رح نكون جدا مسرورين، اخذنا من وقتك وتعبناك. بالعكس، خدمة للجمهور وللثورة، وانا بتشرف اني اعمل زيارة للمنتدى في الخريف القادم اذا سارت امور كما يجب. ميت اهلا وسهلا، ونحن بانتظارك. والشباب عم يقولوا كمان حابين يكون في لقاء ثاني. شكرا كثير على هلا اعطينا نص صراحه باذن الله. شكرا.